دلقادو الى زيدان، زيدان يعني بعض اللاعبين ما يعقدون الموضوع مثل هذه الكرة الممتازة جدا من لويس فيغو الى هذه ممكن تلحق، ممكن تلحق، جول جول، الهدف الثاني لصالح ريال مدريد مرسوم بالقلم والمسطرة، مخطط لتخطيط عدل وتنفيذ ولا أروع، والهدف الثاني يأتي لصالح ريال مدريد من الكرة الأولى، هي بالقلم والمسطرة من الكرة الأولى، كرة فيغو والكرة هذه بالفعل، هي بالقلم والمسطرة الأولى من لويس فيغو والثاني من روبرتو كارلوس، وروبرتو كارلوس يقشرها ويهيئها على طول إلى رونالدو، تصطد أيضا في المدافع كما حدث في كرة روبرتو كارلوس، وبالتالي يأتي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، رونالدو يسجل اسمه في الدربيين.